والآن مشاهدينا ننتقل إلى الزميل إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز، حيث يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دورة غير عادية اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة مصر الرئيس الحالي للمجلس لبحث تعزيز التضامن العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية. المزيد مع الزميل إبراهيم عزت. شكرا جزيلا لك فيروز، سابدا معك بهذه الصوره المباشره على الهواء وبدء توافد وزراء الخارجيه لمقر جامعه الدول العربيه استعدادا لانطلاق هذا الاجتماع الذي سينطلق بحلول الواحده بعد ظهر اليوم بحسب مسؤولي الاعلام في جامعه الدول العربيه. بدا وزراء الخارجيه في التوافد لمقر جامعه الدول العربيه، واذا تحدثنا على هذا الاجتماع الطارئ غير العادي الذي ستترأسه مصر بالطبع في هذا الاجتماع، فسنتحدث على ربما المخرجات او النتائج التي يعني اكدها لنا احد المصادر هنا في جامعه الدول العربيه التي من المنتظر ان تتمخض حول هذا الاجتماع. مشروع قرار مصري اردني امام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجيه الذين سيجتمعون في قلب القاهره لبحث الموقف العربي والتضامن والعمل العربي المشترك تجاه القضية الفلسطينية. وأيضا إذا تحدثنا ما قبل انطلاق هذا الاجتماع، كان هناك اجتماع تشاوري ثلاثي ما بين وزراء خارجية مصر السيد سامح شكري ونظرائه وزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وكذلك وزير خارجية العراق الذي بدأ في زيارة رسمية أيضا بالأمس. وعلى ما يبدو أن الاجتماع يعني انتهى، الذي كان هناك على بعد خطوات معدودة في قصر التحرير من مقر جامعة الدول العربية هنا في وسط القاهرة. أيضا إذا تحدثنا على المخرجات التي أمدتها لنا المصادر هنا لإكسترا نيوز من قلب الجامعة العربية، هناك وزراء الخارجية الذين سيؤكدون أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة الجامعة تدافع عن المصالح المشتركة والأمن القومي بما يحول دون الضغوط والتدخلات الإقليمية والدولية، وكذلك الوزراء سيؤكدون ضرورة وجود دور جماعي فاعل في مقاربة التحديات وجهود حل الأزمة التي تعصف بالمنطقة وزراء الخارجية أيضا يشددون على تمسك الدول العربية بحل الدولتين ومبادرة السلام. كان هناك تصريحات إعلامية لمساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي حول الأجندة الخاصة بهذا الاجتماع، وأشار أن هناك كل الاجتماعات الطارئة أو غير العادية التي تدعو لها جامعة الدول العربية يكون على رأس الأولويات هي بند واحد فقط، لذا هو بند القضية الفلسطينية الذي سيتم بحثه في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الاجتماع الذي سينطلق بعد ساعة وبضع دقائق من الآن. إليك فيروز. الزميل إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز، أشكر جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من مقر جامعة الدول العربية بوسط القاهرة.